نفس الوقت فرصة للمناقشة، فرصة باش نعاودوا النظر في واحد مجموعة الأشياء اللي خطأنا فيها، ولكن كذلك في نفس الوقت نبينوا واحد الحصيلة ديال الحزب اللي في المستوى واللي يمكن لنا ما بيناتنا نشوفوا كيف نطوروها في المستقبل باش نتماشوا مع انتظارات المواطنات والمواطنين ونتماشوا مع التوجهات ديال صاحب الجلالة نصره الله. فلذلك ما يمكن لي نقول لكم هذه محطة الخير لأن جات في الوقت اللي تتصب الشتاء وحنا المغاربة تنتسفلوا بالشتاء، فلذلك هذه لحظة مهمة، لحظة تاع النضال قبل من كل شيء، ومرحبا بكم معنا هاد اليومين إن شاء الله. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.